رأي الضيف الكريم من هناك. بني جانتس زعيم حزب الوحدة الوطنية في إسرائيل، وهو بالطبع عارض الميزانية بسبب انفاق الائتلاف، قال إن هذا وقت إظهار المسؤولية الوطنية في إسرائيل. هل هذه الميزانية أثبتت أن الحكومة الإسرائيلية تستغل الحرب لمصالحها الشخصية بعيدا تماما عن الدولة الإسرائيلية؟ يعني هو نتنياهو واضح انه يستغل كل الدولة الإسرائيلية اولا لمصلحته الشخصية وبقائه في الحكم في استمرار عملياته العسكرية على قطاع غزة والضغط في استمرارها وعدم التحول لمراحل اخف منها، وحتى استغل الموازنة ايضا لدعم الاحزاب اليمين سموتريتش وبن غفير، وتحديدا يعني اصبحت حاجته لهذه الاحزاب اقوى بعد المؤشرات وبعض التصريحات اللي من هنا وهناك حول إمكانية انسحاب جانتس من الحكومة. يعني كثير في وسائل الإعلام الإسرائيلية حكت عن إمكانية انسحابه وهناك فرصة لانسحابه من حكومة الحرب جانتس، فهذا بيخلي نتنياهو يعتمد على أحزاب اليمين أكثر وأكثر في بقائه للحكم، وعشان هيك يعني هو مش راح يفرط في هاي الأحزاب عشان عيون جانس أو إيزنكوت، ولا عشان حتى عيون جالانت اللي هو عضو في حزب الليكود وزير الحرب. أنا من وجهة نظري إنه الظروف والتطورات اللي بتصير على الأرض بتخلي نتنياهو يحتاج ويتمسك أكثر بأحزاب اليمين، ولكن فرص انتهاء حكومة نتنياهو أنا باعتقادي من وجهة نظري هي مش بيد جالانس بقدر ما هي بأسف جانس بقدر ما هي بيد وزير الحرب الإسرائيلي اللي هو جالانت، لأنه لبيد أعلم من جهة قبل فترة وقال إنه هو سيؤيد أي وزارة باستثناء يكون رئيس وزراء نتنياهو، وهو يلمح لأعضاء حزب الليكود. ما إمكانية هذا على أمر على أرض الواقع؟ في فرصة كبيرة إنه أعضاء حزب الليكود ينقلبوا على نتنياهو لتشكيل حكومة بدون نتنياهو، وتحديدا خاصة إنه جانتس رح يدعم هذه الحكومة، ولبيد أيضا في 24 عضو كنيست من الخارج رح يدعم هذه الحكومة. أعتقد هذه هي الفرصة الأقرب لإزاحة نتنياهو من الحكومة، منها من 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 طريق جانتس أو غيره أو لبيد بالخارج، لأن الحكومة طالما انها تحظى ب 61 عضو كنيست فاعتقد من الصعب سحب الثقه من هذه الحكومه، طالما انه نتنياهو يرضي احزاب اليمين. الفرصه الوحيده المتبقيه بعتقد هي وزير الحرب، خاصه انه الخلاف ما بين نتنياهو ووزير الحرب هي ليست خلاف نتيجه 7 اكتوبر فقط. اذا بنرجع شوي لورا، جانتس وزير الحرب كان ضد فكرة التعديلات القضائية في إسرائيل اللي طالبت فيها اليمين، وحتى أقالوا ولكن لم ينفذ هذه الإقالة نتيجة ضغوط أمريكية وغيرها، فهو موجود أصلا في وزارة الحرب رغما على نتنياهو، وازداد هذه الأزمة بينهم نتيجة اختلافهم في الرؤية وإدارة الصراع وإدارة العدوان على قطاع غزة. أنا بعتقد هذه أقرب الفرص للإطاحة بنتنياهو عبر حزب الليكود نفسه، مش عبر المعارضة، لا لبيد ولا عبر جانتس من جهة أخرى. نعم.